السلام عليكم متابعونا الكرام، شكركم يا طيبون. شكرا لعلمكم لقناة سيمونيوز، اشكركم على التشجيع واشكركم على التحفيز، واتمنى الله سبحانه وتعالى ان اكون عند حسن ظنكم وعند حسن تطلعاتكم. ايها الطيبون الكرام، الفيديو بغيت نشارك معكم صراحه هذه المناظر الجميله، المناظر الطبيعيه. هذا الاخوه الذي ظهر امامنا هو وادي كم، هذا هو وادي كم، هذا الواد اللي اساسه مسميه هذه المنطقه، هذه منطقه وادي كم. هذا الواد الاخوه هو واد يعتبر ملجأ وموطن للطيور المهاجرة، يعني باش يكون الفصل واحد الوقت معين تجي ليه الطيور المهاجرة وتستقر به وتكون مليء الإخوة بتلك الطيور. كذلك الإخوة نبغيو نشيروا واحد المسألة معينة، هو أنه هذه المنطقة هذه الإخوة راه ماشي منطقة كما تقولوا حنا السايبة، يعني شي واحد يقول راسو يجي يبغي يصيد ديك الطيور المهاجرة ولا يبغي يجي يدير شي حاجة هنا. فهذه المنطقة الإخوة كما تعرفوا يعني عندها تابعة ل المياه والغابات، اي كاين هناك حراس وكاين العديد من الامور، واللي تضبط انه تيدير شي حاجه يعني ربما تضر بهاد الطيور المهاجره اللي تجي لهنا، او كذلك الاخوه تيبغي يصيد لنا طائر الحسون او شي حاجه، فكما تعرفوا الاخوه راه تنتظروا العقوبات الزجريه. اذا ايها الطيبون الكرام، كل ما اردت ان اشاركه معكم هو هذا المنظر الجميل، المنظر الطبيعي. وهذا الواد الاخوه كما تعرفوا راه تيكب لنا في البحر، تتلقى لنا مع شاطئ وادي كم. شاطئ وادي كم الاخوه اللي يعني السباحه به منعت منعا كليا صراحه، نعمنا فيه في بعض السنوات، يعني جوج مرات صراحه انا عمت فيه يعني، وصراحه يعني كان تكون عامر بالناس وكل شيء، ولكن الاخوه يعني مؤخرا اصبح هذا الشاطئ فعلا خطر لدرجه انه كنا حنا نسميه الاخوه، يعني معرفش معروفه عند سكان المنطقه كامله بشاطئ خطر، ماشي شاطئ وادي كم، تعيطولو شاطئ خطر، شاطئ خطر، وفعلا هو خطر الإخوة. لهذا ما تنصحوش الناس صراحة يجيو يعوموا فيه، يجيش يعوموا فيه. فواحد الوقت كان تكون فيه المترناجرات، وكان تكون يعني كان تكون صعب يعني الناس المراقبين وكل شيء، ولكن الإخوة صراحة يعني هذا الشاطئ أصبح يعني مهلكة لمن يريد صراحة يعني أن يغامر. لهذا إلا بغيتي تجيب فوطة ديالك وتجلس وتشوف البحيرة الله يجعل البركة، شوف بعويناتك، شوف الا بغيتي تدخل تعوم فراه نقول لك اخيرك تتقلب على التهلوكه. اذا ايها الطيبون الكرام، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يعجبكم هذا الفيديو، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يروق لكم، والى نلتقي في فيديوهات اخرى استودعكم الله. هذا الاخوه كان فيديو خفيف ظريف، فقط اردت ان اشارك معكم هذا المشهد الطبيعي وهذه المناظر الطبيعيه لا غير. اذا الاخوه متمنيه لكم بالتوفيق، والى نلتقي في فيديوهات اخرى استودعكم الله على امل اللقاء بكم قريبا.